ندى. 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 ايه في ايه؟ ايه يا بابا؟ صباح الخير. خير؟ هيجي منين الخير في الدوشه دي؟ انت بتعملي ايه بالظبط؟ معلش انا لما ما لقيتش ماما افتكرت حضرتك خرجت. ايه ده؟ هي مامي كمان خرجت لوحدها كده من غير ما تقولي؟ انا بقيت هفية في البيت ده بقى. ما علينا ما علينا. انت بتعملي ايه بالظبط دلوقتي؟ لا مفيش، ده شويه شغل كده. شغل؟ شغل ايه ان شاء الله؟ مفيش يا بابي، شويه تيك توك يعني. ايه؟ تيك توك؟ ايه تيك توك ده؟ مش فاهم. انت كمان عرفت التيك توك؟ في ايه يا بابي؟ مالك قافش كده ليه؟ محسسني انك مسكتني بحاجه مخله بالشرف يعني. خلاصي اوعي تقولي كده. انت متربيه عمرك ما تعملي حاجه مخله بالشرف، لكن التيك توك بتاعك ده 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 ده, ده مخل بالعقل بالمنطق. صاحيه من الصبح بدري عشان التيك توك؟ لا مش صاحيه بدري ولا حاجه، انا اصلا مطبقه من امبارح. يا سلام. لا ما شاء الله يا ندى، ما شاء الله بتكافحي. صحيح بتكافحي. طب انت مش عندك شغل؟ انت عارفه الساعه بقت كام دلوقتي؟ 9:30 وانت ما رحتيش. ما هو بصراحه بقى يا بابي موضوع الشغل ده انا زهقت منه قوي، يعني انا اصلا ألسن ايطالي، ايه اللي جابني بقى العلاقات العامه والحاجات الغريبه دي؟ يا ندى يا بنتي، ده موقع صحفي مهم جدا وتاخدي منه خبره كبيره لغايه ما نشوف الايطالي بتاعك ده ممكن يشغلك فين. وبعدين ما احنا اتحايلنا عليكي، ما انت ألسن بألسن كان ممكن تدرسي انجليزي فرنساوي او حتى اسباني، لكن انت اللي اخترتي ايطالي عشان سهل. طيب ودرسته وحبيته جدا، وعايزه بقى اروح ايطاليا وادرس اخراج هناك واعيش هناك. انسي موضوع السفر ده خالص، اللي انت عاوزه تتعلميه هتتعلميه هنا في مصر. ليه بقى؟ اشمعنى يحيى؟ يحيى راجل راجل وما تخافش عليه. طيب وانا كمان ما يتخافش عليا، وبعدين حضرتك لسه قايل ان انا متربيه كويس جدا، ليه بقى العقد دي؟ قلت ايه؟ تقولي عليا انا عقد؟ لا يا ندى، لا يا روح قلبي، دي مش عقد، دي قيم اخلاق واصول احنا تربينا عليها. لكن يظهر ان قعدتك قدام الموبايلات بالساعات هي اللي خلتك تكلميني بالاسلوب ده. انا طول عمري بتعامل معاك على انك كبيره مش طفله صغيره، بتعامل معاك على انك مسؤوله، لكن يظهر ان انا كنت غلطان. لا شخصيتك ولا مكانة أبوكي ولا مكانة أمك تسمح لك بالهيافات اللي أنت بتعمليها دي. أنا دايما كنت أتوسط لك عند أصحابي اللي عندهم شركات عشان تشتغلي عندهم. كنت بتروحي تشتغلي عندهم قد إيه؟ شهر؟ شهرين؟ وتسيبي الشغل ومن غير سبب. هي دي المسؤولية؟ على كل حال أنا من دلوقتي ماليش دعوة لا بشغلك ولا بحياتك الشخصية. أنت كبيرة وتتحملي مسؤولية نفسك. نخلي التيك توك ينفعك. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.